مشاهدينا أهلا بيكم. ناس كتير بتشوف أن التعليم الفني هو الطريق الحقيقي لنهضة مصر. المدارس التكنولوجيا والصناعية واحدة من التجارب اللي بتراهن عليها الدولة المصرية وتحديدا وزارة التربية والتعليم. المدارس دي بتعلم صناعات، بتعلم إلكترونيات، بتعلم حاسبات ومعلومات، بتعلم فندقة، إدارة مطاعم وغيرها من التخصصات. المدرسة اللي احنا موجودين فيها النهاردة هي مدرسة أحمد ثعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، واحدة من المدارس المهمة اللي بتشتغل في الإطار ده. جينا المدرسة هنا علشان نشوف مع حضراتكم المدرسة والأنشطة اللي بتقدمها، علشان نتكلم مع المدرسين فيها وكمان نتكلم مع الطلبة ونشوف قد إيه المدارس دي مفيدة بالنسبة لهم. تعالوا نشوف مع بعض. بالنسبة حضرتك للشغل بتاعي، أنا بنقل الشغل اللي بعمله في الفندق نفس الشغل اللي بعمله في المدرسة هنا، بحيث ان الطلبة يبقوا عارفين الشغل اللي بيحصل في الفندق ايه، ايه كل حاجة بيحصل في المكان هنا هو، ازاي بنقل لهم البريفنج بيحصل فيه ايه، الادوات المستخدمة داخل المطعم وكيفية استخدامها، ازاي فرش المفرش، فرش الترابيزة، ازاي انواع الفطار وطرق الخدمة اللي احنا بناخدها في الفندق، بعلمهم وبنقلها للطلبة على مدار الثلاث سنين، سنة اولى وثانية وثالثة. المدرسة من اول ما دخلنا خالص ما كنتش عارفة حاجة، بس في المدة قصيرة اتعلمت حاجات كتير جدا في المطبخ او المطعم. المطعم اكتر كنت بحب اتعلم فيه علشان انا حبيت المجال بتاع المطعم اكتر من المطبخ. تعلمت حاجات كتير جدا، تعلمت كل حاجة عن المطبخ وكل ادواته، واي حاجة اقدر تقدر تفيدني لو مثلا انا اللي فتحت مطعم في يوم هقدر استفاد بالحاجات دي جدا. انا ما كانش عندي خبرة في المطبخ اصلا، دلوقتي ممكن اخش اعمل حاجات في المطبخ بتاع، بقطع بعمل حاجات كده، وتعلمنا تقطيعات كتير جدا في المطعم. برضو تعلمت امسك الاطباق، الشواك، سكاكين، كل الادية تعلمناها بالانجليزي وبالعربي وكل حاجة. من الخارج تشبه تماما باقي مدارس الجمهورية، ولكن ما أن تدخل فصولها حتى تجد الوضع مختلفا. هنا فصول تشبه مطاعم الفنادق، وهنا تجد مطبخا بالفعل يوجه فيه المتر أو الشيف بدلا من المدرس الطالب لكيفية عمل الشيء بيديه، ولا يعلمه نظريا فقط. المدرسة حلوة والتعليم فيها حلو جدا، وكمان بيوفق بين العملي والنظري، وبنقدر نستوعب كل حاجة لان احنا بناخد الحاجات ونطبقها في العملي، هي تكنولوجيا تطبيقية وبنقدر ناخد المواد بأحدث الطرق، والمدرسين حلوين جدا وبيعلمون طريقة حلوة جدا يعني. انا حضرتك كنت شغال قبل كده شيف وحبيت جدا المجال، ودخلت المدرسة دي عشان شفت ان انا ممكن ابقى مثلا يعني حاجة فيما بعد، ابقى مثلا شيف كبير او مدير، يعني نفسي اطلع مدير عام من هنا ان شاء الله هكمل، ومستقبلها حلو جدا. علمت هذه المدرسة طلابها نشاطا لا يتعدى مدته دقائق، ولكنه ساعدهم على تعلم الكثير من مفردات اللغة الفرنسية في مدة تقترب من شهرين فقط، معتمدة في ذلك على وسائل الإيضاح والتعليم التفاعلي وأن يمارس الطلاب نشاطا حركيا. أما أحمد فيحلم أن يكون مديرا لأحد الفنادق يوما ما، والبداية جاءت من هنا من المطبخ. فعلا في مميزات كبيرة جدا بالنسبة للطلبة والمعلمين على حد سواء. أول ميزة إن هما الاتنين بيشتغلوا أو بيعملوا في بيئة علمية متميزة مع التطوير الشامل والمستمر. أول حاجة إن الطالب بيحصل على شهادة معتمدة دوليا، شهادة مصرية بجودة عالمية. تاني حاجة إن هو عنده بيتدرب طبعا تدريب عملي بالنسبة في المدرسة على أيدي خبراء معتمدين، بالنسبة لبرة عندنا في الترم الثاني من سنة تانية وأول ترم من سنة ثالثة. طبعا بيبقى يعني عندنا القطاع الخاص بيتمثل في مجموعة أمريكان وعندنا مؤسسة مصرية. احنا عارفين طبعا النظرة اللي هي موجودة في كل الأماكن للتعليم الفني، فاحنا كنا بنحاول ان احنا نطبق ان التكنولوجيا التطبيقية، افهمها يعني ايه تكنولوجيا تطبيقية بالنسبة للأهالي وأولياء الأمور وبالنسبة للطلبة. مفروض ان احنا شرحنا الكلام ده وبنعمل اجتماعات أولياء أمور باستمرار علشان يفهم ان انت ابنك مميز عن اي طالب تاني في اي مدرسه. ابنك ما بيروحش بدري، بيروح الساعه 3:30 4، ابنك عنده مطعم ومطبخ، حاجات بيقعد فيها مثلا بالتسع ساعات في الاسبوع، عنده كل الامكانيات اللي هي مش موجوده في اي حته بره. مدرسه احمد ثعلب بمدينه نصر واحده من مجموعه من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه التي تقدم تعليما مختلفا للطلاب وفرصة للعمل ضمن منظومة أسرع وأكثر تفاعلاً بالنسبة للمدرس، كما يضمن الشريك التمويلي لخريجيها فرصة مباشرة للالتحاق بسوق العمل. فريد إدوار، CTV.